أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم تسود أجواء حارة في عموم مناطق المملكة، لكن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض في المنطقة الشمالية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء صافية، 33 درجة مئوية، الملموسة 31، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأ بالمنطقة الشمالية. سكاكا 25-13، عرعر 28-12، وتبوك 25-10 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 31-21، جدة 29-25، مكة المكرمة 37-24، والطائف 28-19 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، نبدأها بالباحة 24-15، أبا 26-15، وجازان 36-26 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 31-22، حفر الباطن رياح نشطة وأتربة مثارة 37-24، والإحساء 35-22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الرياض 33-25، بريدة 36-23، وحائل 31-19 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهار سعيد نتمناه للجميع وإلى اللقاء.